السلام عليكم، أهلا بكم في محاضرة مادة المراجعة للفرقة الرابعة شعبة اللغة الإنجليزية. بدأنا المحاضرة اللي فاتت في الفصل 13 أو شابتر 13. الشابتر ده كان بيتكلم على موضوعين رئيسيين. الموضوع الأولاني كان الأوديت تيست، والموضوع التاني الأوديت بروجرام. خلصنا المحاضرة اللي فاتت الجزء الخاص بالأوديت تيست أو اختبارات المراجعة، وعرفنا امتى بتتعمل الاختبارات ديت وايه هي الايفيدنس اللي بيستخدمها في كل نوع من الاختبارات. الجزء اللي باقي في الشابتر ده بيتكلم على الاوديت بروجرام. هنبدا بديزاين ان اوديت بروجرام، وقلنا الفرق بين الاوديت بروجرام والاوديت بلان. ان الاوديت بروجرام فيها تفاصيل، اوديت بلان ازاي هقوم بعمل الخطه دي. اوديت بروجرام بارت 1 تيست اوف كنترول اند سبستاتيف تيست اوف ترانزاكشن. يبقى أول خطوة أو أول مرحلة بعملها في برنامج المراجعة هو الاختبارات الخاصة بالرقابة الداخلية واختبارات العمليات. Part 2 Analytical Procedures، اختبارات تحليلية. Part 3 Test of Details of and Balance. يبقى أنا ببدأ الأول بأن أنا بختبر نظام الرقابة الداخلية وأفحص العمليات، ثم بعمل فحص تحليلي، ونتيجة الفحص التحليلي ده بتوديني ليه لاختبارات تفاصيل الأرصدة الموجودة عندي. الـ Methodology for Designing Controls and Substantive Tests. لو احنا بدأنا بـ Part 1 أو الخطوة الأولى الخاصة بـ Test of Control and Substantive Tests، الخطوات اللي أنا بعملها أول حاجة زي ما احنا شايفين في الشكل كده Understand Internal Control، أفهم إيه هي طبيعة نظام الرقابة الداخلية اللي موجود في الشركة. Assess Planned Control Risk، هقدر خطر الرقابة. Determine Extent of Test and Control، أحدد الاختبارات الخاصة بالرقابة الداخلية. الخطوة اللي بعدها Design Test of Control and Substantive Test of Transaction to meet Transaction Related Audit Objectives. بعد كده ببدأ أصمم بقى الاختبارات اللي أنا هستخدمها للرقابة ولي العمليات بما يتناسب مع أهداف المراجعة. ومعنى التصميم هنا إن أنا بحدد أربع حاجات رئيسية: Audit Procedure و Sample Size و Items to Select و Timing. وهنلاقي دايما في كل الاختبارات الأربعة دولت موجودين. إيه هو الإجراء اللي أنا هستخدمه عشان أقوم بالاختبار؟ حجم العينة اللي هفحصها قد إيه؟ إيه بالظبط مفردات العينة اللي أنا هختارها؟ إيه التوقيت اللي أنا هجمع فيه العينة؟ بعد كده ببدأ أعمل Apply Transaction Related Audit Objectives to Class of Transaction. ببدأ إن أنا أربط الأهداف بتاعة المراجعة اللي موجودة عندي بالعمليات اللي أنا بقوم بعملية مراجعتها. الخطوة التالية Identify Key Controls and Make Preliminary Assessment of Controls Risk، أحدد المخاطر الرئيسية أو نقاط الرقابة الرئيسية علشان أبدأ إن أنا أعمل تقدير أولي لمخاطر الرقابة. برضه في الحالة ديت أنا بعمل بقى Design Test of Controls اللي هم الخطوات اللي إحنا قلنا عليها Audit Procedures و Sample Size و Items to Select و Time. ده الجزء الخاص بالرقابة. برضه في الجزء الخاص باختبارات العمليات Designing Substantive Test of Transaction اللي هم برضو نفس الخطوات Audit Procedures و Sample Size و Items to Select و Timing. بعد ما بعمل التصميم ده ببدأ بقى Identify Client Business Risk Affecting Accounting Receivers Accounts Receivers. لو أنا بشتغل أو بعمل الاختبارات ديت على مستوى الـ Accounts Receivable أو الحسابات الخاصة بالـ Accounts Receivable، يبقى أنا هبدأ أحدد بقى إيه المخاطر اللي تعرض لها الـ Accounts Receivable. وبعدين رقم 2 Set Tolerable Misstatements and Assess Inherent Risk for Accounts Receivable، إن أنا هبدأ أحدد بقى الخطأ المقبول في حسابات الـ Accounts Receivable والخطأ الملازمة ليه. الخطوة الثالثة Assess Control Risk for Sales and Collection Cycle، أقدر خطر الرقابة الخاصة بدورة المبيعات والمتحصلات. Design and perform tests
of controls and substantive tests of transaction for sales and collection cycle. أصمم الاختبارات الخاصة بيها للحسابات بتاعة الأكاونتس ريسيفابل والسيلز والكوليكشن سايكل. Design and perform analytical procedures for accounts receivable balance. أصمم بقى الإجراءات الخاصة بالفحص التحليلي لأرصدة حسابات العملاء. ثم designing test of details of accounts receivable. أعمل بقى الخطوة الخاصة بفحص الأرصدة التفصيلية لحسابات الأكاونتس ريسيفابل، اللي هم برضو الأربع خطوات الخاصين بأي اختبار، اللي هم الأودت بروسيدرز والسامبل سايز والأيتيمز تو سيلكت والتايمنج. لو شفنا برضو في الشكل اللي معانا بيتكلم على ديزايننج تيست اوف بالانس للأكاونتس ريسيفابل، لو احنا جمعنا بقى الخطوات كلها الخاصة بالأربع مراحل للتيست الخاصة بالأكاونتس ريسيفابل، يبقى أنا عندي أول حاجة هبدأ أبلاي ترانزاكشن ريتد أوديت أوبجيكتيفز تو كلاس أوف ترانزاكشن، هربط بين العمليات اللي عندي وأهداف المراجعة من مراجعة الأكاونتس ريسيفابل، إيه الهدف من مراجعة الأكاونتس ريسيفابل، والخطوة التانية أيدنتيفاي كي كنترولز أند ميك أفريلمينلي أسيسمنت أوف كنترول ريسك، اللي هم هبدأ أحط الأربع نقط اللي قلنا عليهم في أي اختبار، الـ Audit Procedures والـ Size والـ Items والـ Timing. والخطوة التالية هتبقى Design Substantive Test of Transaction، اللي هم برضو احنا قلنا بنفس الترتيب، هنا أنا ببدأ بـ Control Test وبعدين Substantive Test وبعدين بطلع منهم بعد كده على الـ Analytical Procedures و Test of Details of Balance. يبقى انا كده الجزء الاولاني اللي على الشمال ده خاص باول مرحلتين اللي هم تيست اوف كنترولز وسبستانتيف تيست. الجزء اللي على اليمين باقي الاختبارات اللي هي تيست اوف ديتيلز واناليتيكال بروسيدرز. هيبدا هنا يعمل ايه؟ ابلاي بالانس ريليتد اوديت اوبجكتيفز تو ان اكونتس بالانس و ديسايد تورابل ميس ستيتمنت make preliminary judgment about materiality، وكل ده هيؤدي ان انا اعمل design analytical procedures و decide the acceptable audit risk و inherent risk و business risk، وفي النهاية بعمل test of details of balance بالاربع خطوات الخاصين باي design للtest البروسيدرز و size و items و timing. طيب احنا في اكتر من مرحله قلنا اننا في ربط بيتم بين الاوديت اوبجكتيفز والبالانس اللي انا بعمل له مراجعه. لو جينا بصينا للجدول هنا هيفكرنا بايه هي الاوديت اوبجكتيفز المرتبطه باي بالانس. اول حاجه عندي اد ترانزاكشن ريليتد اوديت اوبجكتيفز، وبعدين عندي البالانس ريليتد اوديت اوبجكتيف، وبعدين ناتشر اوف ريليشنشيب، وبعدين الاكسبلين. يهمني اول انك تفتكر ايه هي الاهداف بتاعت المراجعه. انا بعمل مراجعه ليه؟ اول حاجه عندي اكيورنس. اكيورنس يعني معناها الوجود. طيب يبقى انا كده عايز اعرف ايه عن الرصيد اللي موجود عندي. يبقى انا هنا الهدف بتاعي existence or completeness. يبقى انا لما اقول لك الهدف بتاع المراجعه كان اكيورنس، يبقى انا هنا لما اجي هبص على الحساب او على البند اللي انا براجعه عايز اعرف ان هو موجود او اكتمل. اكتمل يعني ايه؟ يعني تم تسجيله بالكامل، تسجيل العمليه بتاعته بالكامل. يبقى انا عندي اكزيستنس وكومبليتنس، العلاقه بينهم طبعا دايركت، علاقه مباشره، لما يكون ده موجود هيبقى ده موجود. المقصود بيها هنا برضو ايه؟ This is a direct relationship of occurrence transaction related audit objectives to the existence balance related audit objective. If a class of transaction increased, the related account balance. المثال على كده sales transaction increase accounts receivable. لو الحساب بتاع السيلز ده زاد يبقى الاكونتس receivable وصلها هتزيد. There is a direct relationship of occurrence transaction related object related audit object objective to the completeness balance related audit objective. If a class of transaction decrease the related accounts balance. يبقى عندي الكاش ريسيتس ترانزاكشن
decrease accounts receivable. يعني بيقول لي هنا هي علاقة مباشرة بين الاكيورنس والاكزيستنس، ان انا لو الحساب ده كان موجود هيؤدي لزيادة الحساب ده. ده معنى كلمة دايركت، الزيادة تؤدي لزيادة. والكمبليتنس برضه العلاقة هنا علاقة مباشرة، ان انا لو الحساب ده كان مكتمل او الحساب ده القوة بتاعته كاملة، فأي نقص فيه هيؤدي إلى نقص في الحساب المقابل ليه. زي بالظبط الكاش ريسيتس، لما الكاش ريسيتس بتاعتي هيحصل لها نقص، هيحصل لها تسجيلات أو هتسجل، يعني تسجل بالكامل، هتؤدي لأن حساب الأكونتس ريسيفبل بتاعي هيقل. يبقى في ارتباط بين الاتنين، إن الاتنين بيكملوا بعض، متكاملين يعني. طيب الاوبجكتيف الثاني كومبليتنس، برضه بربطه بالحساب من حيث الكومبليتنس برضه والاكزيستنس. يبقى انا عندي لما يكون الهدف بتاعي اكتمال، يبقى برضه نفس الكلام، يبقى اكتمال او وجود، نفس التفسير اللي احنا قلناه قبل كده. الاكيورسي الدقة، طبعا دقة الحساب يعني مفهوم ان القيمة بتاعتي هتكون اتحسبت بدقة. البوستنج اند سمرايزيشن، ان انا عملية الترحيل تمت وتسجيل للحسابات. ديتيل تاي ان، ان انا بعمل التفاصيل الخاصة بعملية الترحيل، يبقى ده الهدف بتاعي ان اتاكد من تفاصيل عملية الترحيل، وبرضه العلاقات هنا دايركت. كلاسيفيكيشن، تصنيف الحسابات يكون تم بشكل صحيح، كل حساب راح في مكانه. يبقى برضه الهدف بتاعي هنا ان انا ببص على الحساب اشوف الكلاسيفيكيشن بتاعه. التايمنج، التوقيت اللي تم فيه عملية التسجيل، عايز اتاكد ان التوقيت كان مظبوط. يبقى انا اللي انا هبص عليه او البالانس ريليتد اوديت اوبجكتيف هيبقى كات اوف، ان انا هقف عند نقطة معينة واشوف الحسابات اتسجلت لحد اللحظة دي ولا لا، وبرضه العلاقة بتاعتي دايركت. عندي بعد كده بعض الاهداف الخاصة بالبالانس ريليتد اوديت اوبجكتيفز زي الريلايزد فاليو ورايتس اند اوبليجيشنز، ان انا اتاكد من القيمة الحقيقية للحساب، و الرايتس اند اوبليكيشنز ان انا بتاكد من الانترنال كنترول الخاص بالحسابات ديت ومدى تطبيقها على الحسابات. relationship among five key evidence related terms، في عندي خمس مصطلحات او خمس تعريفات متعلقه ب audit evidence، اللي هو الفيز اوف اوديت بروسيس، المرحله اللي انت هتعمل بيها هتجمع فيها الاوديت ايفيدنس، الاوديت اوبجكتيفز الاهداف بتاعه المراجعه، تايبز اوف تيست اختبارات، الايفيدنس ديسيشن القرار الخاص بالايفيدنس، تايبز اوف ايفيدنس نوع الدليل اللي انت هتجمعه. لو خدنا كل مرحله فيهم كده وبدانا نشوف التفاصيل الخاصه بيها، phase of the audit process مرحلة المراجعة اللي انت هتجمع فيها أدلة الإثبات. طيب هبدأ أعمل إيه؟ أول حاجة plan and design an audit approach، هحط الخطة وأصمم المدخل الخاص بالمراجعة اللي أنا هقوم بمراجعتي للبند اللي أنا بقوم بمراجعته. تاني حاجة perform test of control and substantive test of transaction، هعمل اختبارات الرقابة واختبارات العمليات. perform analytical procedures and test of details of balance، بختبر او بقوم بعمل ال analytical procedures و test of details. اخر حاجة complete the audit and issues and audit report، خلص عملية المراجعة واصدر التقرير. هي دي المراحل اللي المفروض بيقوم بيها المراجع خلال مراجعته لأي بند من البنود. بالنسبة للأودت أوبجيكتيفز، الأهداف خاصة بالمراجعة، في عندي أهداف خاصة بالترانزاكشن، ترانزاكشن ريليتد اللي هي خاصة بالمعاملات، براجع المعاملات دي ليه. احنا قلنا عندنا مجموعة من الأهداف زي الكومبليتنس والأكيوريسي وتايمينج. في أهداف تانية بقوم بيها خاصة بالبالانس، أو أنا بتأكد من الرصيد يعني. presentation and disclosure related، في أهداف أخرى للمراجعة خاصة بعملية العرض والإفصاح في القوائم المالية.
تيست اوف التايبس اوف تيستس، ريسك اسيسمنت بروسيدرز، الاختبارات اللي انا بقوم بيها، في عندي اختبارات خاصه بتقدير الخطر، التيست اوف كنترول والريبريزنتاتيف تيست اوف ترانزاكشن والاناليتيكال بروسيدرز والتيست اوف ديتيلز اوف بالانس. القرارات الخاصه بالايفيدنس، الايفيدنس ديسيشنز، اوديت بروسيدر، ايه الاجراء اللي انا هعمله عشان اجمع الدليل، سامبل سايز، حجم العينه اللي انا هجمعها قد ايه، ايتمز تو سيلكت، ايه المفردات العينه اللي انا هجمعها، تايمنج، التوقيت اللي انا هجمع فيه الدليل. انواع ادله الاثبات، ودي احنا خدناها المفروض السنه اللي فاتت، وتقريبا هو نفس الشكل. عندي documentation، الفيزيكال ايفيدنس، الريكالكوليشن، ريبرفورمانس، اوبزرفيشن، اناليتيكال بروسيدرز، كونفورميشن، انكويري اوف كلاينت. دي انواع ادله الاثبات اللي انا ممكن احصل عليها واقوم بعمليه المراجعه بناء عليها. لو حاولنا نلخص الجزء اللي فات بقى كده في شكل واحد، يبقى انا عندي في 4 مراحل بتمر بيها عملية المراجعة. المرحلة الأولى Plan and Design and Audit Approach، إن أنا بعمل تصميم وتخطيط للمدخل المراجعة أو طريقة المراجعة اللي أنا هشتغل بيها. المرحلة الثانية Perform Test of Controls and Substantive Test of Transaction. ثلاثة Perform Analytical Procedures and Test of Details of Balance. أربعة Complete the Audit and Issue an Audit Report. تفاصيل المرحلة الأولى اللي هي احنا خدناها في شابتر 9، Accept the client and perform initial planning, understand the client business and industry, assess client business risk, perform preliminary analytical procedure, set materiality and assess acceptable audit risk and inherent risk, understand internal control and assess control risk, gather information to assess fraud risk, develop overall audit plan and audit program. ده الجزء اللي احنا خدناه في audit plan في chapter 9. phase number 2, plan to reduce assessed level of control risk. ده الجزء الخاص بالcontrol risk. يبقى انا تقدير الخطر الرقابة، اذا كان خطر الرقابة بتاعي بسيط هبدأ اعد، او ان انا قدرت ان انا اقدر خطر الرقابة، يبقى الخطوة التانية perform test of controls، هبدأ ان انا اعمل اختبارات الرقابة، ثم perform substantive test of transaction، ثم assess likelihood of misstatements in financial statements. طيب اذا ما كنتش قادر، او ان انا تقدير الخطر ده كان تقدير الخطر بتاعي عالي، يبقى انا مش هيبقى في عندي اصلا اختبارات رقابة، لان انا هلغي اصلا الكنترول الانترنال كنترول اللي في الشركة، هعتبره مش موجود لاني مش هعتمد عليه. يبقى انا على طول هخش على الخطوة الخاصة ب Substantive Test of Transaction. بيس نمبر 3 اللي هي خاصة ب Analytical Procedures و Test of Details of Balance. هيبقى عندي يا اما الاختبارات ال Analytical Procedures طلعت ان انا في عندي اختبارات كانت Low او Medium او High، فبعمل Analytical Procedures. بعد الانديكال بروسيدرز هتبدا تحدد لي بقى تيست اوف كي ايتمز، اللي هي النقاط الرئيسيه اللي انا محتاج ان انا ادرسها تفصيليا. ويبقى الخطوه الاخيره بيرفورم اديشنال تيست اوف ديتيلز اوف بالانس، عشان احدد الارصده الفعليه اللي انا محتاج اللي هعمل لها تيست. المرحله الرابعه بيرفورم اديشنال تيست فور بريزنتيشن اند ديسكلوجر، بعمل اختبارات خاصة بطريقة الإفصاح في القوائم المالية. Accumulate final evidence، أجمع بقية أدلة الإثبات الكافية. Evaluate results، أقيم النتائج. Issue audit report، إصدار تقرير المراجعة. Communicate with audit committee and management، يحصل تواصل بين المراجع ولجنة المراجعة والإدارة لإصدار التقرير. كده يبقى الشابتر انتهى. إن شاء الله المحاضرة اللي جاية هحاول أشوف لكم تمارين عملي عليه، بحيث ان احنا يبقى فهمنا الجزء النظري ده ازاي ممكن يتحل عليه يعني. وشكرا.